قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ويحسنه الهيثمي في المجمع قال: الشتاء ربيع المؤمن. زاد البيهقي في رواية له قال: قصر نهاره فصام وطال ليله فقام. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا مثل بشيء يريد أن يعلي منزلته قال كما في الصحيحين قال: الساعي على الأرملة، ساعي على الأرملة يعني القائم على شؤونها، كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر، مما يدل على أن هاتين العبادتين الصيام والقيام من أعظم النواحي ومن أعظم ما يتقرب إلى الله عز وجل. في الشتاء ربيع المؤمن، سبحان الله، كيف يكون ربيعا للمؤمن؟ كيف يكون ربيعا للمؤمن؟ هو ربيع للمؤمن، وهذا يتوافق مع الحديث الآخر: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة ما فيها تعب. الربيع حينما يأتي بفضل من الله عز وجل، إذا هطلت الأمطار وأنبتت الأرض فأصبحت الأرض منشبة وأصبح الزمن ربيعا، هل هذا تكلف فيه بنو آدم جهدا؟ لا. إذا كذلك الصوم الصلاة بالليل، الربيع حينما تراه كيف يكون شعورك تجاهه؟ كيف يكون شعورك تجاه هذا الربيع؟ سعيد أم غير سعيد؟ سعيد. كذلك في يوم القيامة إذا اغتنمت هذا الفصل تسعد بربيع هذه الطاعة.